السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم عندي. واليوم قراءة لعزيزي برج العقرب الشمسي والقمري والطالع، ولا تنسوا أنها قراءات معممة، قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا، وقد لا تنطبق على البعض الآخر. لذلك خذوا ما ترتاحون إليه يعني من القراءة والرسالة، وما ينطبق على وضعيتكم وطاقتكم ومشاعركم، والآخر خليه يعود للكون، فهناك برج عقرب آخر يحتاج لهذه القراءة، يعني نتركها يعني ترحل بسلام، ما لا يهمنا من القراءة. واخا هي قراءة للنساء والرجال كما العادة للكل، واخا للمنفصلين المتزوجين للكل، أنا أقرأ بصفة عامة. نعم، لذلك يعني استمتعوا للقراءة، الله يخليكم من البداية حتى النهاية، لأن أكيد أن هناك رسالة أو نصيحة ستساعدكم في الحياة، ويعني نعم وتهمكم. واخا إذا غادي نشوفوا ما هي قراءة عزيزي برج العقرب، ثم غادي ناخذوا نصيحة، النصيحة السحرية والنصيحة الملائكية، ملائكة الحب. وكنتمنى لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب. نبدأ، نتمنى لكم حظ سعيد ليس فقط في القراءة بل في حياتكم كذلك، حياتكم العاطفية، حياتكم الشخصية والعملية والمهنية. راحت ليا وحدات في الأرض، غادي نخليوها هنايا. تريد أن تتكلم؟ نبدأ. بسم الله بسم الله. عزيزي برج العقرب، أرى أن طاقتك هذا الشهر هي القليل من التوتر والغضب، القليل من التوتر والغضب وعدم الرضا، حتى أنك يعني ربما تتفوه بكلام جارح لمن تحب. نعم، وعزيزي برج وبعد ذلك تندم، أنك إنسان طيب وتندم بعد ذلك، لذلك اتق الله. لكن عزيزي برج العقرب، أنت يعني تقول الكرت يعني كرت جميلة، تحققت أهدافك المادية والمالية. نعم، كرت فيما يخص يعني ما هو مادي ودنيوي، يعني حققت الكثير من الأهداف المادية والمالية، لكن لا تشعر بالرضا، لا تشعر بالسعادة. يعني أنا أرى يعني أن يعني لا تحس بالسعادة، تشعر بفراغ روحي. الله وهب لك، يعني وهب لك رزق واسع، الله كان كريم معك، يعني كرت يعني كرت الرزق، الرزق المادي. نعم، لكن أنت تحس بفراغ روحي. نعم، تحس بفراغ روحي. رغم كل هذا أنت تحس بفراغ روحي، أنت تعيش في غنى، غنى دنيوي، لكن تعيش في فقر روحي، تعيش في فقر روحي. عليك أن ترفع عزيزي ذبذباتك، كيف؟ بالسخاء والكرم. نعم، يجب أن تكون كريما كما يعني كما كان الله معك، يعني الله كان كريما معك، فأنت كذلك يجب أن تكون كريما وسخيا، ونتعلم من حب الله لنا لعباده، يجب أن نفعل ما يفعل الله كريم معي، فأنا يجب أن أكون كريم مع أخي. واخا، وحتى وإذ لم تكن حتى وإذ لم تكن غنيا، يجب أن تكون سخيا. إذا كانت لديك تفاحة تفاحتين، فهدي التفاحة الثانية لأخيك، وإذ كانت لديك تفاحة واحدة قسمها في النص وأعطيها لأخوك. نعم، لماذا؟ لتشعر بالسعادة، لتملأ الله، شوفوا، لتملأ هذا الفراغ، هذا الفراغ الروحاني. الشمس هو العطاء، هذا ما يقول له، يعني ما تحتاج إليه، أن تكون يعني سخيا وكريما،
أنت بالتالي ستملأ روحك بهذا الرزق الروحي الذي تحتاج إليه. نعم، يعني بداية جميلة جدا، يعني كارت غريب وقراءة غريبة، يعني هذه الطاقة لكن يعني قوية جدا. نعم، وماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ أنت تهدي لأخيك، ولكن في الحقيقة أنت تهدي للكون، أنت ترسل للكون. نعم، رزق، يعني رزق مادي، وإن لم تكن يعني حتى وإن لم يكن لديك درهم واحد، كن سخي وكن كريم بطريقة أخرى، يعني بحبك. نعم، يجب أن تكون، يعني الله يهيب لنا يعني الرزق، يعني أنواع مختلفة من الرزق، ليس فقط مادي. نعم، ونحن يجب يعني لجلب السعادة، لجلب السعادة يجب أن تكون كريما. نعم، لجلب السعادة يجب أن ترسل السعادة كيفما كانت، يعني رزق مادي أو معنوي أو الحب، يعني المشاعر، يعني كذلك هو رزق المشاعر النبيلة يعني لإخواننا، أن نكون يعني كرماء. كانت جميلة بالذات البداية، كانت جميلة. لجلب السعادة كن كريما عزيزي برج العقرب، لكي تملأ هذا الفراغ الروحي. يعني أنت تبارك الله عليك، ما شاء الله، يعني الله أعطاك وهبك كل ما تريده، لكن أنت يعني تحس بالحزن، يعني كانت هذه يعني طاقة الغني التعيس. نعم، وطبعا هي قراءة معممة، أنا قلت يعني إذ لم تكن غني فالله يقول لك يعني أن تكون كريما، لكن بطريقة أخرى ليس ماديا، فهناك يعني طرق أخرى ليكون الإنسان كريما، مثل الوهاب والرحمن. لنواصل. لنواصل. نعم، بالنسبة لمن ليس لديه حبيب، أنت ستتعرف على شخص. نعم، ستتعرف على شخص، ربما البعض منكم سيتعرف على هذا الشخص عبر الإنترنت. نعم، البعض. نعم، لكن حذاري، لأن حذاري، فربما هذا الشخص متزوج، رغم أن نواياه في الحقيقة، عفوا، نواياه حسنة وهناك حب. ربما البعض منكم يعني سندخل المرتبطين كذلك في هذه القراءة، لأني أرى يعني حب، أرى حب بينكما. ربما أنتم يعني تعرفتوا على هذا الشخص، البعض منكم يعني مرتبطين بهذا الشخص، لكن هذا الشخص يخفي سر، هناك شخص آخر. نعم، هناك طرف آخر، يعني هذا الإنسان أكيد ربما هو مؤكد أو ربما هو متزوج. نعم، بالنسبة لمن ليس لديه حبيب، فأنا أقول يعني تقول لكم الكلب حذاري، فهذا الإنسان لديه يعني هناك طرف ثاني، ربما هو متزوج. ومن يعني أنتم مرتبطين بهذا الإنسان، فهناك ناس يتكلمون أن هذا الإنسان يعني ربما متزوج، يعني هناك الناس يشكون، لكن أنت عزيزي أعمى، لماذا؟ لأنك تحبه، هو كذلك يحبك، هذه هي الحقيقة. هو هناك حب بينكما، حب كبير، يعني من طرفي ومن طرفك، وحتى أنه يعني يريد الزواج، لكن هو يخفي السر، هو لم يقل لك أنه متزوج. والناس يعني يتكلمون، لكن أنت يعني لا تبالي بالناس، لا تبالي بكلام الناس، وطبعا القرار قرارك. نعم، كانت هذه قراءة من ليس لديه حبيب المرتبط، لأنها يعني بحال، والطاقة هذه الحبيب هي التي نارية، نارية وهوائية.
فقط الحبيب نارية وهوائية، نارية يعني أسد قوس وحمل، وهوائية دلو ميزان وجوزاء. وخ هناك حب، يعني أنا يعني أنا أقول ما أرى رغم أنه يخفي سر، وهو ربما متزوج أو هناك طرف آخر، نعم، لكن هو هناك حب لكنه يخفي هذا السر، لا يقول، والناس من يتكلم، لكن أنت لا تبالي ولا تصدق الناس. وخ والآن لنرى ما هي قراءات المنفصلين. بسم الله الله. الله على قرض جميل. طاقة هذا الحبيب طاقة نارية، من جديد طاقة نارية، أسد حمل قوس، و أسد حمل قوس، نعم قلت ذلك، وكذلك مائية، لكن المهيمنة هي فيما يخص المنفصلين طاقة نارية، نعم نارية ومائية، لكن المهيمنة هي النارية، وقد يكون كذلك مائية، قلت يعني سرطان، عقرب مثلك أو حوت. وخا هذا الإنسان ما زال يفكر فيك، يعني حب، أولا أن هناك ما زال هناك حب، أنتما انفصلتما لكن هناك حب بينكما، يعني أنتما عفوا كنت يعني كنت كنشوف الكاميرا هل تسجل، يعني لأن أحيانا يعني كتوقف، أنا يعني أواصل أتكلم مثل المجنونة لوحدي والكاميرا يعني تطفى، نعم تطفئ لوحدها، لذلك آسف. لنواصل، هذا الإنسان ما زال يحبك، هناك هنا حب جميل بينكما، حب جميل، ربما أنتم يعني كنتم يعني متزوجين، نعم كنتم متزوجين، هذه يعني كارت الحب والسعادة والأسرة، نعم وهناك حب جميل، يعني هذا الإنسان ما زال يراك، يعني ما زال يشتاق إليك ويراك أنت، يعني حبيبة الروح، نعم حبيبة الروح، وهو طاقته هي الكآبة، عفوا الكآبة الشديدة، هو يحس بذنب، يعيش في اكتئاب ويحس بذنب، حتى أنه يحس بالخوف من الله، لا أدري ماذا فعل، ما عرفت شنو دار لك هذا، لأنه كيحس ندمان بزاف ويحس يعني بندم شديد، نعم لدرجة أن الضمير ديالو تيأنبو، لدرجة أن ضميره يؤنبه، يعني هناك ندم شديد وحب قوي. هذا الإنسان يريد العودة، هذا الإنسان يريد العودة، نعم البعض منكم كنتم متزوجين ويعني ربما حصل انفصال او حتى طلاق، لكن ارى يعني ان هناك حب، انتما انفصلتما وانتما تحبون بعضكم، يعني بعضكما تحبان بعضكما، لكن هو يحس يعني بتأنيب الضمير، لماذا؟ لانه استمع للاخرين، استمع للاخرين. نواصل، الله يحتاج اليك، يحتاج اليك بزاف، هذا الانسان لا يعني لا يمكنه العيش من دونك، شوفوا على يريد الرجوع، نعم يريد الاستقرار معك، يعني كارت جميله بزاف، كارت جميله بزاف، الله على كارت، يعني هناك حب، حب قوي، هذه القراءه قويه بزاف، انا احس يعني بطاقات هنا تتكلم، هذا الانسان يحبك كثيرا ولا أدري يعني لماذا أنتما منفصلين، هناك طاقة سلبية، قد يكون هناك طرف آخر، نعم لكن أنا ما أرى هو أن هذا الإنسان يعاني بزاف، أنت كذلك تعاني، أنت تشتاق كذلك إليه، لكن هذا الإنسان يعاني بزاف، نعم يفكر في العودة، يحتاج إليك، هذا الشخص مريض يحتاج لحنانك، هذا الإنسان مريض أعيد، لأنه يحتاج نعم يشتاق يعني لكل شيء، يعني معك يشتاق للابتسامة ديالك، توحش الضحكة ديالك، توحش يعني الابتسامة ديالك، توحش وجهك، اشتاق لوجهك، لجسدك، لدفئك، يعني يريد أن يحضنك هذا الإنسان،
هذا الإنسان يحبك كثيرا، يعني هذا كل ما يعني لا أحتاج لكارت، فهناك يعني حب رهيب بينكما وأنتم منفصلين بسبب هذه الطاقات السلبية أو بسبب طرف ثالث لا يهم، لكن الحب حي بينكما. وهذا الإنسان يعاني، يشتاق لي بزاف بزاف بزاف، ومن جهة أخرى هو خائف، هو خائف، هو يفكر فيك ليل نهار ويريد الرجوع. هذا ما يعني بجوج بهم، بجوج هذا الكارت، يعني كارت قوية جدا، كارت يعني هو فكر، يعني كارت الحكمة، كارت الاستقرار، كارت عفوا كارت الحب النقي والصافي. نعم، والحكمة قلت ذلك، يا قلتها، هو ندمان، ندمان يعني بعد تفكير طويل هو الآن يعرف أنه أخطأ، يعني ارتكب خطأ فظيع رهيب، ويعرف أنك أنت لا تستحق ذلك، لذلك هذا الندم الشديد وهذه المعاناة الكبيرة، لأنه يحبك، يعاني لأنه يحبك، ومن جهة أخرى يعاني لأنه يعني ظلمك، دار لك شي حاجة ربما طرف آخر، واستمع لكلام الآخرين عوض أن يستمع لقلبه، فهو يحبك. انفصلتم وأنتم كتبغوا بعضياتكم، يعني قراءة قوية بزاف. نعم، وهذا الإنسان لن يرتاح حتى يعود، هذا الإنسان لن يرتاح، هو يريد الكلام، يريد البداية، يعني كل هذا الكارت يعني بجوج، هذه كارت الحب وهذه البداية والحقيقة، الحقيقة هو أنه يريد أن يعيش معك، هذه هي الحقيقة، وأنه يحبك رغم كل ما مضى، وأنت يجب أن تسامح هذا الشخص، سامحها أو سامحيه، أن هذا الإنسان يحبه. كانت قراءة جميلة بزاف وقوية، لنرى ما هي. الله، كانت قراءة قوية بزاف، يعني كل يعني برج العقرب يعني في القراءات العاطفية، يعني لمن ليس لديه حبيب والمرتبطين كذلك هناك حب جميل، إلا أن العوائق هو أنه يعني يخفي سر، وفي يخفي سر أو هو متزوج. نعم، و بالنسبة للمنفصلين هي كذلك يعني طاقة حب قوية بزاف، فأنا كنفعل وكنتوتر بزاف لأني لا أفهم أحيانا الأشياء التي تحدث في العالم بين يعني ناس تحب، يعني بين العشاق، لماذا؟ بسبب الطاقات السلبية، بسبب ناس تتدخل للأسف الشديد. لنرى ما هي وطبعا يعني الإنسان يخطئ، لذلك رغم الأخطاء هذا الإنسان طيب، إضافة إلى أنه يحبك فهو طيب، يعني أنا لم أرى يعني ناس تخدع، رغم يعني الآخر نعم يخفي سر لأنه متزوج، وفي المنفصلين هو يحبك رغم أنه يعني رغم الخطأ، رغم الخطأ، لذلك أنا يعني كنصحكم تسامحوا، لأن هناك حب توأم الروح، ليس فقط حب يعني حب عادي، حب توأم الروح. هذا الكارت تقول، هذا كارت الزواج والارتباط، الارتباط والخطوبة والزواج، هذا الكارت. والثانية تقول أنكم كما كنتما يعني كتعرفوا بعضياتكم من قبل، يعني عندما ستلتقي بهذا الشخص يعني تتكلم عن الحبيب، عن الحبيب الذي سيأتي، يعني ما رأيناه، يعني الحبيب الجديد عندما ستتعرف عليه كما أنك تعرفه منذ زمن بعيد، لذلك أنت وقعت في حبه، ورغم أن يعني الناس كيقولوا أنه متزوج أنت لا تبالي، لأنك يعني هناك حب بينكم. نعم، والأخيرة تقول ابتعد، ابتعد، تقول تخلى عن هذه الوضعية الغير السليمة، واستمتع بالأبواب الجديدة التي تفتح لك، يعني هي رسائل مختلفة، لذلك كل واحد يعني كل واحد يأخذ ما يعني ينطبق على وضعيته، هي يعني زواج وخطوبة، يعني ارتباط، يعني استقرار، زواج وخطوبة، هذه تقول أنك يعني هذا الشخص الجديد الذي وصل إلى حياتك كما أنك تعرفه منذ زمن بعيد، يعني حب توأم الروح كذلك، وهذه تقول ابتعد، ابتعد، يعني كل واحد يعني كل واحد ياخذ ما
ما يحلو له من هذه الرسالة، لكن كانت قراءة قوية بزاف، يعني هناك طاقة حب، يعني هناك حب كبير في هذه القراءة، يعني حب توأم الروح، كانت قراءة قوية بزاف. أنا أنفعل وأتوتر وأتأثر كذلك. هنيئا لبرج العقرب، هنيئا، لأنها قراءة جميلة. كنتمنى الله يحميكم، الله يستركم، الله يحفظكم، الله يخليكم ليا. كنتمنى لكم.